السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب العالمين. احنا النهاردة موجودين في منطقة جميلة ناحية بحر مفتوح، جينا ناحية خليج رومل وخشوا الناحية التانية الجبل عديناه وجبنا لكم فيديو في الوصف المكان، وجينا قعدنا هنا وعايزين نقدم لكم محتوى تقعدوا تتفرجوا على البحر تستمتعوا بيه كأنكم جيتوا المكان وزيادة. المحتوى ده هنسيبه لكم من غير ما نتكلم خالص، وهنسيب لكم الطبيعة تعيشوا معاها، ويا رب دايما يكون المحتوى ممتع. وقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات ونشوفكم في آخر الفيديو. خليكم مع البحر.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتنسوناش في اللايك والشير